أجواء وطقس دافئ في أغلب مناطق المملكة وأجواء حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وأتربة مثارة في البادية الشرقية والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 6 إلى 8 درجات مئوية نسبة إلى مثل هذا الوقت من العام. وبالتفاصيل إلى خراء درجات الحرارة نشاهد مع هذه الليلة وأيضا مع نهار يوم الغد، هنالك ارتفاع واضح على درجات الحرارة. الأجواء تكون لطيفة في معظم مناطق المملكة، قد تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يكون هنالك رياح تنشط أحيانا في بعض الأوقات، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحديدا في منطقة البادية الشرقية. في هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الغد 25 درجة مئوية نهارا إلى 12 درجة في ساعات الليل، انخفاض على درجات الحرارة يبدأ مع يوم الأربعاء والخميس لتصل إلى 17 درجة مئوية نهارا في العاصمة عمان، ومن 8 إلى 11 درجات في العاصمة عمان في ساعات الليل. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد 30 إلى 14 درجة، في المفرق 28 إلى 10، في جرش 29 إلى 14، وفي عجلون من 28 إلى 12 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة. عمان 25 إلى 12، في الزرقاء 29 إلى 13، في البحر الميت 34 إلى 18، مادبة 26 إلى 11، وفي البلقاء من 26 إلى 10 درجات مئوية مع غيوم متفرقة أيضا. في الكرك أجواء مشمسة 26 إلى 11، طفيلة 25 إلى 10، في معان 27 إلى 11، وفي جبال الشرام من 23 إلى 8 درجات مئوية، وفي العقبة من 34 إلى 17 درجة في ساعات المساء، في رويشد 31 إلى 14، في الصفاوي 31 إلى 13، وأخيرا في الأزرق من 32 درجة مئوية نهارا إلى 12 درجة في ساعات المساء. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.